قطع الأرزاق وهالسحب المنظمات عن الأغلبية والمساعدات خفت كتير، الناس مجبورة تلجأ لأي مهنة يشتغلوا فيها. يعني في نسوان بيشتغلوا بالتنظيف، في نسوان بيشتغلوا بالخياطة، يعني أي شغل يدبر لهم بيشتغلوا فيها مجبورين، يعني إذا ما اشتغلوا ما رح يكون فيهم طعم. يعني بقول لك مصروف، نطلع مصروف تبع البيت، وغير هيك الحمد لله ماشي الحال. انا معينه تبع اهلي للتسويق، يعني كثير كثير ضعيف، يعني ما في، يعني اسعارهم كثير قليله، عم نبيع يعني اكياس كبيره كمان بس ما بيطلع المصروف، كثير كثير يعني اسعار هون ما بيسويش.